بسم الله نبدأ. هل تتذكرون هذه الصورة؟ أسأل كبار السن، أو ما أقول كبار السن، أقول الشباب المتقدمين، هل تذكرون هذه الصورة؟ ماذا فيها؟ فلسطين داري ودرب انتصاري. أين هذه أخذناها؟ في المدارس. درسنا منذ نعومة أظفارنا التعلق بالقضية الفلسطينية بدءا من نشيد ومن أبطال صغار. هؤلاء الأبطال يدافعون عن أرضهم بدمائهم بحجارتهم إلى أن يستطيعوا أن يحرروا هذه الأراضي، وهذا الأمر كان منتشراً عبر الدول العربية كلها، فكلهم يعلمون أبناءهم هذا الأمر من دون فرق بين دولة وأخرى، وكان هذا التعليم أساساً في جميع المراحل أو في جميع الدول المسلمة أو العربية تحديداً، كانت تعلم أبناءها هذا الموضوع. وليس ذلك فحسب، بل كانت هذه الدول كثيراً ما تكتب في جرائدها ومجلاتها جملة من المقالات حول الجهاد وقواعده وأنظم الدفاع وما إلى ذلك، بحيث تبث في نفوس أفراد المجتمع انتظار اللحظة الفاصلة التي يسمعون فيها حي على الجهاد حتى يهبوا زرافات ووحدانا. وهذا الأمر كان مشهداً عاماً، وكانت المجلات هنا في عمان أو في غيرها تركز كثيراً على الجهاد. طبعاً لذلك جملة من المعطيات الخارجية والداخلية، فمن ضمن المعطيات الخارجية كانت مواجهة الشيوعية واحداً من أكبر المعضلات التي تواجهها جملة من دول المنطقة هذه، فلهذا كان لا بد من إذكاء روح الجهاد في هذا الأمر. وهذا الأمر أدى إلى غرس وتكريس هذا المفهوم بقوة، ولكن سرعان ما تغيرت نظرات متعددة، وهذه النظرات أثرت تأثيراً على مقررات الدراسة وعلى نظرات الإعلام ونظرات الأمن ونظرات أفراد المجتمع جميعاً، حتى تغيرت كثير من هذه النظرات. والسؤال الوارد: هل تلك النظرات التي نظرنا بها إلى هذا الموضوع كانت من منطلقات فكرية ذاتية، أو كانت بتوجيه خارجي أثر علينا تأثيراً، حتى عندما تغير ذلك التوجيه أثر تأثيراً آخر؟ بمعنى آخر، وجد في فترة من الفترات قبل أكثر من 20 عاماً كان أحد المختصين بالدراسة الغربية والمتقنين لها يقول لنا: ستغير مقررات التربية الإسلامية إلى مقررات الثقافة الإسلامية، وقال لنا بأنه سيتم دمج أو الكلام والتركيز على الأديان، ما يسمى بالأديان الإبراهيمية، حتى تطمس حقائق الثبات الديني عند المؤمنين. وآنذاك يؤدي الأمر إلى طمس جملة من الحقائق الكبرى، ومن ضمن كلامه الذي قاله، وهذا الكلام قاله في ماليزيا قبل أكثر من 20 عاماً تقريبا، قال: في هذا الجامع قد يخطب فيه أحد حاخامات اليهود. هذا الكلام وجد جملة من الأشياء بدأت تحدث تباعاً. طبعاً هذه الأشياء التي تحدث تباعاً لها جملة من الأسباب المتداخلة ولا ترتبط بسبب واحد، بمعنى حتى ندرك الأبعاد لا يمكن أن نقتصر على سبب واحد وهو مجرد السبب الخارجي،
طبعا الأسباب الخارجية لها دور، ويوجد تخطيط ومؤامرات تحاك وتهيئة بالغة لهذا الأمر، هذا أمر لا شك فيه. لكن من المهم أن تكون عندنا هذه المواضيع، لا بد أن نفرز بين الثابت والمتغير، بمعنى أن عندنا بعض الثوابت التي لا يمكن المساس بها بتاتاً.